تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من همزة وصل الذي يعنى بالمواطن وقضاياه. حلقة اليوم مخصصة للحديث عن واقع الرقابة على المخالفات التموينية، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ أحمد زاهر، رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بلادقية. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا حضرتك. أهلا وسهلا بكم. طبعا أستاذ أحمد، يعني كنا بالأيام الماضية بجولة مع عناصر الرقابة التموينية، والله يعطيهم العافية، كانوا عم يقوموا بواجباتهم. لكن الشكاوى يعني التي ترد إلى البرنامج، شكاوى الناس كثيرة عن واقع الأسعار، عن واقع الفروق من محل لمحل، من شركة لشركة، من معمل لمعمل، إذا كان هذا الحكي بيتعلق بتجار المفرغ أو بالمواطن العادي اللي هو المستهلك المباشر. كيف آلية ضبط هاي المواضيع عم تصير عن طريقكم، وخاصة في ظل ظروف صعبة تمر به البلاد، حصار اقتصادي وغيره؟ هلا بالنسبة لنحن عندنا الأسعار، نحن عندنا ثلاث نماذج من الأسعار. في عندنا تسعيرة بتصدر بشكل أسبوعي أحد وأربعاء بما يخص الخضار والفواكه والبيض، تصدر من دائرة الأسعار، تنزل لعنا نحن منتابع الأسعار اللي عم تقوم بناء على نشرة الأسعار اللي صدرت من قبل مديريتنا. في عندنا نشرة بتصدر عن المكتب التنفيذي كمان، نحن شو الأسعار اللي هن محددينها كمان نحن منتابع معها. والمواد الأساسية الغذائية هي نشرة بتصدر من الوزارة، نشرة مركزية كمان نحن منتابع. بالنسبة للمواد المنتجين أو المستوردين فهن بيقدموا بيانات كلفة، فنحن بتجينا التسعيرات انه مثلا نحن مكلفتنا هي كذا، نحن بنسعر على الاساس هذا من قبل طبعا دائره الاسعار، او اذا قدم بالوزاره بيانات كلفه نحن بنتابعه. لازم يقدم بشكل دوري، ارتفع سعر ماده معينه بده يقدم شو الاسباب، صار في عندنا كذا، فخلال هالموضوع هذا نحن طلع السعر، او اذا رجع انخفض كمان نحن بنرجع. فنحن كرقابه تموينيه نحن لنا علاقه بالتعامل مع السعر اللي عم يجينا، شو بيجينا السعر نحن بنتابعه بالاسواق. اكيد أكيد. موضوع الفروقات من محل لمحل، أكثر الشكاوى اللي وردت للبرنامج بتتعلق أنه يعني ضمن حي واحد أو ضمن المدينة يعني المحلات أسعار متفاوتة. هذا الموضوع يعني المواطن عم يطالب بالضرب بيد من حديد على هذا الموضوع. نحن إجراءاتنا هي عبارة عن تنظيم ضبط تمويني، نحن يعني محكومين بقانون معين عم نشتغل عليه. يعني هلا المحل المعلن عن الاسعار ما فينا نعمل معه شيء، جاره ما معلن نحن بنعمل معه ضبط. يعني نحن حجم الضبوط هي بتعطي حجم معلن عن الاسعار ومخالف اذا كان معلن سعر زياده كمان نحن في عندنا مخالفه اسمه الاعلان بسعر زائد. طبعا نحن اخر فتره يعني مثلا خلال العام الماضي يعني تقريبا 8300 ضبط، هلا رقم ضخم جدا، رقم جيد يعني طبعا. بالنهايه سواء مواد غذائيه او مواد غير غذائيه، عدم اعلان، عدم حيازه فواتير، نحن موجودين بالاسواق دائما. نحن مثلا نحن اخر شيء كمان طلع القرار تعميم 107، في المخالفات صار في الى اغلاق، يعني صارت شوي كمان رادع اي مخالفات، اي مخالفه كانت يعني مثلا عدم تقيد بالاسعار، عدم تقيد بالاسعار فيه اغلاق 3 ايام سواء لتاجر المفرق او الجمله. للجمله اغلاقه 7 ايام، للمفرق اغلاقه 3 ايام. عدم حيازه فاتوره فيه له اغلاق 3 ايام، بيع بسعر زايد، لعب بالمواصفات 7 ايام الاغلاق. يعني فوقت اللي صار في اغلاق صار في نوع من يعني خوف عند التاجر من موضوع الضبط التموين. مده الاغلاق إذا كان بائع فرق 3 أيام، إذا كان بائع جملة 7 أيام. 7 أيام. سبعة طيب أيام. إذا كان الإعلان، عدم الإعلان عن الأسعار جزئي، حاطط جزء من الأسعار الموجودة عنده المنتجات وجزء ما نحاطط الأسعار، بده يتخالف على المحاط له. طبعا نحن من في إغلاق كمان؟ إذا أول مرة لا، المرة اللي بعدها في إغلاق. ثاني مرة. نحن بنعطي مثلا أنا مادة معينة ما أعلن عن سعرها، نحن بنعطيه أول مرة ما في إغلاق، قرار السيد الوزير، القرار اللي بعده 3 أيام، رجعت خالف 7 أيام، اللي بعدها 15 يوم. المخالفات الثانية 3 أيام مثلا، أول مخالفة، اللي بعدها 7، اللي بعدها 15 يوم. طبعا المخالفات نحن الجسيمة سواء مواد مجهولة مصدر أو غش، أو غش بالبيان، غش بالمواصفة، ما عليه مواصفة، هذول نحن بنعلم السيد المحافظ فيها أنه نحن سكرنا له مدة 7 أيام، ونحن بناء عليها بنرفع للسيد المحافظ، ممكن يمدد له شهر، ممكن يمدد له شهرين. طبعا هذا الحكي ما بينطبق على المنشآت، اللي كل منشأة عم نضبطها نحن بنبعث خاطب السيد المحافظ، بنشمعها نحن مباشرة ونبعث للسيد المحافظ. طيب هلا في عندكم آلية، هلا أحد الرسائل اللي وصلتنا بتتحدث إنه لما بيدخل عناصر تموين باتجاه أي محل انفرق أو جملة، اللي بيصير إنه بس يشوف عناصر تموين
بشكل طبيعي بيتقيد بالأسعار، بيركز على التسعيرة، بيبيع بسعر. في عندكم آلية لدخول أي محل لو بشكل خفي، أنه عنصر تموين أو مجموعة، يسألوا عن الأسعار ويقارنوا بين الحقيقة بعدين يعرفوا عن حالهم؟ نحن هي إحدى الرسائل اللي وصلت. تمام، نحن بالقانون ممنوع. نحن بالقانون المفروض أي مراقب تموين يدخل يكون حاطط البطاقة موجودة مهمته، أول ما بيدخل على المحل بده يقول له أنا مراقب تموين وهي مهمتي وجاي بمهمة. ما مسموح الطريقة ما مسموح، لأنه كمان هو بيقول لك أنا ما عرفتني عن حالي، ممكن يصير غلط، ممكن يصير أي شيء. بس نحن القانون واضح وصريح، عليه إبراز المهمة الرسمية أثناء الدخول إلى المحل حكما. طبعا هي بشكل أكيد أوتوماتيكي فاتحة المحل، ممكن جيرانه يتنبوا لو ما مشكلة، ما هني باقيين بالقطاع شهر، وممكن يكونوا القطاع 10 مراقبين، 2 باثنين باثنين، المرة الجاي ببلش من أول الشارع، كل مراقب بقى هو كيف بيتكيف مع الواقع الموجود فيه. طيب التوزع الجغرافي للمراقبين، يعني عدد موظفي الرقابة الموجودة عندكم، هل هو كافي ليغطي هالقطاعات الجغرافية وعدد المحلات والمؤسسات الكبير الموجود عندنا بها المحافظة؟ هلا نحن من ناحية المدينة، يعني تختلف المدينة عن الريف، من ناحية المدينة احنا محافظة لازقين قسمين لأربع قطاع، كل قطاع يحوي من 8 إلى 10 مراقبين. نحن وقت ما بيكون في عدد كافي أو احتجنا لعدد زيادة مباشرة بتجي مؤازرات من باقي القطاعات. بس بشكل عام على توزع الجغرافيا اللاذقيه موجود دائما مراقبين تموين بيغطوا القطاع تماما. شوي ممكن يكون في ضعف أحيانا بالريف كونه مناطق بعيدة وموزعة، بدك آليات، بدك ممكن يكون حجم العمل أقل ومساحات يعني كبيرة وفاضية، يعني في تجمعات قرى معينة. طيب معنا الأستاذ علي يوسف، عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة اللاذقية لقطاع التجارة والصناعة. أهلا وسهلا بكم أستاذ علي. أهلا أستاذ علي. طبعا في عنا سؤالين وردونا. السؤال الأول بيتعلق بموضوع الازدحام الموجود حاليا على الكازيات، إذا كان بيتعلق بالبنزين أو الحصول على المازوت. طبعا الناس عم يقولوا نحن أكيد بنتحمل، في حصار على البلد، بس متوقع لإمتى أنه هذا الازدحام؟ والله ما عندنا جواب قطعي. الجواب الوزارة طلعت بيان أنه تخفيض 17% على البنزين و 28% على المازوت مؤقت لأنه في حصار على البلد. مجرد ما توفرت المادة البلد تعرف بكاملة ما بتبخل على أولادها يعني. تمام. فهذا وضع عام في البلاد. موضوع الزحمي مثل ما قلنا عم نوزع ريف ومدينة، ما عم نحرم حدا، بحيث يصير توازن بين الريف والمدينة يعني بشكل يومي، لكن عدد البطاقات هائل يعني فبيصير زحمي أكيد يعني. طيب ممكن فتح الاحتياطي، يعني بعض الحالات الازدحام عم يتم فتح الاحتياطي، يعني هذا فتح الاحتياطي بتعرف انه وضع خاص يعني الاحتياطي بيبقى لو بشكل جزئي لحتى يتم تخفيف الازدحام على الكازيات. هو موضوع الاحتياط هذا بتعرف موضوع الاحتياط بيد القائد العام للجيش، سيد القائد العام للجيش والقوى المسلحة او نائبه يعني. نعم. طيب موضوع المازوت، يعني هلا نحن بالشهر الاول، الشهر القادم بتكون نهايه الشتاء، يعني في كثير من القرى والاحياء توزع لجزء من الناس والجزء الباقي لحد الان ما وصلوا ماده المازوت. طيب في يعني جدول زمني لحد معين لحتى يوصل لكل شخص بيريد يحصل على المازوت؟ المازوت بدانا من 1/9 وحتى هذا اليوم. نعم، مثل ما قلنا من دقيقة، بسبب قلة المادة والظروف اللي ما تعيشها البلاد من الضغط والحصار، قلة المادة. العام الماضي كنا نوزع الأيام 14 صهريج كمحافظة. نعم. في بعض الأيام اليوم يكون صهريجين أو ثلاثة. نعم. وعندك 330,000 بطاقة زكية مقطوعة، بدهم بالدفع له 33 مليون فاصلة. نعم. 33,600,000 لتر. نعم. فلا لا نحن موزعين 15. نعم، النصف تقريبا. وماشيين يعني احنا مستمرين على التوزيع. يعني منخول من هون لنهاية الشهر الأول ممكن يكون توزعكم؟ والله إذا توفرت المادة لنبقى العهد وشو عندنا راح نقدمه لكل الناس بإذن الله. طيب الموضوع الأخير المتعلق بهذا السؤال، موضوع الازدحام على الأفران، يعني في خطة لدى المحافظة أو لديكم كمكتب تنفيذي؟ الازدحام على الأفران بشكل عام أستاذ، الازدحام على الأفران يعني اليوم أخف، لكن برجع بأكد لك وقت عندك 337,000 بطاقة مقطوعة للخبز أو للمازوت يعني. نعم. فهذا بده كميات الافران شغاله بكامل طاقته. حتى اليوم كنا نحن سيد محافظ بفرن الغراب تمام بالفلسطيني وما يخبز خبز جيد، وان شاء الله بيخفف ضغط نسبيا على المدينه يعني.
ان شاء الله بنتامل هذا الشيء. طبعا هي اسئله كانت من الناس يعني وصلتنا، حبينا نسالك اياها. اهلا وسهلا، نحن طيب. نرحب ونعتز بكل مواطن ومخدمي، نحن في خدمه الجميع. اكيد نحن بنشكرك. سؤالنا الاخير بيتعلق، كنا بجوله مع عناصر الرقابه التموينيه بالمنطقه الصناعيه وتحديدا بالمنطقه الغذائيه او بالقطاع الغذائي بالمنطقه الصناعيه. طبعا لوحظ انه معظم المنشات هناك قافله ابوابها، مو تاركه رقم تليفون ولا لوحه بتدل على اسم الشركه. طبعا واضطروا عناصر التموين، مدير الصناعه اي دوري تموين او اي مسؤول بده يطلع بيحط اولا رقم صاحب المنشاه اللي تعالوا معه. لا، هن عناصر التموين عم يعانوا. استاذ علي، عناصر التموين هن اللي يعانوا من الدخول على المنشآت. حتى مدير الصناعه فورا يتعامل، بتوقع هذا الموضوع بده من عندكم من المحافظه؟ لانه قبل البرنامج انا اتصلت بالسيد مدير الصناعه، قال هذا بده توجيه من المحافظه من عندكم، لانه يعني عناصر البلديه او عناصر التموين بيعانوا لما بيكون المنشاه مغفله وما في رقم هاتف وما في اسم للمنشاه. طبعا تم تحرير بعض المخالفات، يعني بعض المنشآت الغذائيه. انا بعمم كتاب عن طريق السيد المحافظ على المنشآت لمدير الصناعه وهو بيعممه. شفت كيف بكتب له هنا التعميم وبيعممه بتوقيعنا نحن السيد المحافظ وانا. طبعا حتى بيعممه على كل منشآت يحطوا شيء على الباب، يعني عنوان، واي منشاه بنطلع عليها ما بيفتحوا راح نعمل لها اغلاق. والله طبعا حتى المنشآت اللي دخلنا عليها اللي عم تصنع مواد غذائيه كان فيه مشكله بموضوع التقيد بالشروط الصحيه، لبس الكمامات والكفوف وحتى النظافه الموجوده بقلب المنشاه. هي يعني حتى بعض المنشآت كانوا عم يصنعوا. التموين ومسؤوليه البلديات، احنا بنتابع الموضوع استاذ، وانا رايح فكره اطلع تعميم لكل المنشآت الصناعيه بيحطوا اسم صاحب المنشاه والتعامل هات معه، واللي ما بيفتح بنعمل له اغلاق فوري. تمام، فكرة. تمام. طيب نحن بنشكرك الاستاذ علي يوسف، عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة الغزافية. شكرا جزيلا. شكرا. طبعا هذا الموضوع اكيد كمان بيهمكم كون حضرتك رئيس دائرة حماية المستهلك. يعني عانى يعني عناصر الرقابة من موضوع انه منشآت كثيرة بالمنطقة الصناعية قافلين الابواب، فيه كاميرات يبدو عم يشوفوا، ما عم يسمحوا بدخولهم، ما تاركين رقم تليفون ولا اسم بدل على وجودهم. هذا بسبب يعني معاناة لأي موظف حكومي عم يتابع عمله، إذا كان من البلدية أو من إدارة المنطقة الصناعية أو من التموين. نتمنى أنه يكون في تضافر جهود لحتى خاصة هاي المنشآت يعني عم تصنع مواد غذائية وفي مشكلة حقيقية، يعني هلأ حنتابعها باستطلاع موجودة بقلب هالمنشآت. تصنيع، إعادة تدوير وتصنيع مخلفات الحلويات ببعض المنشآت أكيد مو كلها، طحنا من جديد، يعني النظافة غير مقبولة، الالتزام بالشروط الصحية يعني خاصة بهالظروف في جائحة كورونا كمان ما في التزام، يعني وحتى مغلقين الأبواب ما بدهم حدا يفوت لعندهم يشوف هالمناظر. طبعا في استطلاع نحن حنتابعه سوا عن المنطقة الصناعية أو المنشآت الموجودة بالمنطقة الصناعية أو راجعين. دائما بنوجه العمال للنظافه، التغسيل، التعقيم، هاي الامور هاي دائما بنتابعها نحن. بالنسبه للمواد الغذائيه، انتم عم تنتجوا طحينه، كيف بتحافظوا على مكونات الطحينه بحيث انه تكون سليمه غذائيا ضمن صلاحيتها؟ اهم شيء متلامس الايد، كل تقريبا نحن هون خطنا نصف آلي باعتباره او آلي كامل، فيعني وعملية غسيل للسمسم لمادة السمسم، هي أول مرحلة. هاي أول مرحلة هي عملية غسيل للسمسم، وثانيا تحميص، من بعد التحميص على الطحن مباشرة، بعد ما بتطحن الطحينة بتنزل على خزانات مغلقة كالآلي، بعدها بتتم التعبئة آلي هيك، والمعلب بنختمهم بمادة السلوفان، دائما كله مختوم ومسكر. التسعير، كيف بيصير التسعير بالنسبه للطحينه؟ على موجب بيان التكلفه اللي بتقدمنا اياها التموين. نحن بننتج السمسم، نعمل طحينه وحلاوه وزيت سيرج تبع نستخرجه من الطحينه، وبنعمل الناضف ماده من مستخرجه من بيعملوها مشان اكل اسمها كرابيج، هم مشهوره عندنا ماده الناضف.
لوين بتوزعوا؟ بكل المحلات من منطقة الساحل. كيف تحافظوا على الشروط الصحية والنظافة خاصة بظل وقت فيه جوائح وفي أمراض؟ هلا نحن الصبح من جيتنا الصبح في عنا مادة تعقيم على الباب ومنوزع كمامات وأي عامل بيكون حاطط كمامته وكفوف بإيده وعنا شكل دوري نظافة أسبوعية بشكل دورية يوم السبت بشكل يعني نحن نسميها صيانة دورية وبرغم هذه بيكون في عنا تنظيفات عامة. توجيهاتكم للعمال بخصوص النظافة والتعقيم والشروط؟ عنا مشرف على العمال هو المسؤول عن نظافة العمال ومسؤول عن نظافة الآلة. خلطة الجاتو اللي عم استعملها لازم يكون البيض بارد حصرا بالإضافة للمحسنات اللي بضيفها للبيض والطحين والسكر. كسرته وحطيته ضمن سطولة نظامية عبوات بلاستيك نظامية وما في عليها أي شيء وأنا عندي بالمعمل صناديق بيض نظامية شفتوها. المخلفات لقطع الجاتو اللي موجودة بعبوات مخلفات الجاتو هذه أنا ما بستعملها بستعمل نوع تاني هو اللي شفتوه أنتوا بالصواني هادول مخلفات جاتو بتنحط للإتلاف ما استعملتها نهائيا. ليش تارك يعني هذه للإتلاف بس أما أنا بالنسبة لي عندي خلطات جاتو لرأس العبد بعجنة. بس ليش تارك هون ما كبيتها؟ موضوع أنه بدي إتلفها يعني موضوع إتلافها بدي إتلفها ما أنه ما راح إتلفها يعني ما بس ما أعد التصنيع سماع صناعته هني لقوا عندي إيه المنشا عبارة عن تعبية مواد غذائية ومنعبي بشكل عام سكر رز طحين بقوليات هالأصناف منعبيهم نحن ومنسويها على السوق في عنا سيارات توزيع بيطلعوا على السوق بيوزعوا. كيف بتحافظوا على سلامة الغذاء وعلى الشروط الصحية بهذا المكان؟ أولا نحن عنا المستودع بما أنه صالحة لهالشغل يعني من حيث الارتفاع من حيث التهوية من حيث كل فترة بنعقم المستودع نحن هيك بنحافظ على صلاحية هذه. الأسعار كيف تحددوها؟ الأسعار حسب تسعير وزارة التجارة الداخلية. محمد فاتح محمد مراقب تموين بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية. أسحبنا ثلاث عينات عينة جاتو وعينة راس العبد وعينة كيك مغلف وتم تنظيم ضبط غش بإعادة تدوير مخلفات الجاتو المواد اللي بتبقى من الجاتو بضبط غش وتدليس فيها والضبط كمان فيه بيض معاد بيض مكسر قبل من يوم الخميس بناء على حكي صاحب المنشأة وتم في صناعة يستخدموا في صناعة الجاتو وتم إتلاف هذه الكمية من البيض والجاتو اللي بتاع ضبط الغش والتدليس والعينات اللي سحبناها من حللنا نحن بالمخبر والكمية الموجودة بالمنشأة نحجزها لحين صدور نتائج التحليل نشوف هالمواد هي اللي أخذناها صالحة للاستهلاك البشري ولا لا. أهلا بكم من جديد ونذكر برقم الهاتف للي بيحب يتواصل معنا 229-200 ومعنا اتصال من الأخ أبو نغام تفضل. الله يسعد أوقاتك أستاذ مازين. هلا يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك وأوقات ضيفك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ الكريم. نحن اليوم عم نعاني من كل مستلزمات الحياة. نعم. يعني حتى أدنى ظروف المعيشة ما أنا متوفرة للمواطن بدءا نعم. من الخبز مرورا بالماء مازوت غاز بنزين تعرف أنت عايش بالبلد. نعم. كيف وكل ما تأملنا أنه يكون العام القادم أنه أفضل من اللي مضى ما نتفاجأ أنه ما نترحم على العام المضى. نعم. رغم أنه المسؤولين بيطلعوا بيوعدونا أنه اللي مرينا فيه بالعام الماضي ما رح يتكرر بالعام هذا. نعم. فمنتفاجأ على العكس تماما. يعني اجتماعات أستاذ يوميا في اجتماعات أنا عضواصل مع كل البرامج ومع كل شيء له مثل بيقولوا باع بهالموضوع. نعم. اجتماعات كل يوم في اجتماعات حلول متواضعة يعني وحلول يعني لا تفي بالحاجة. نعم. غلاء معيشي ما في رقابة عليها نهائيا. كل تاجر أو كل صاحب سوبر ماركت عنده قلم الفلوماستر حطه وعنده على الطاولة. نعم. بيحكي مع التاجر اللي منزل له شو السعر اليوم بيشطب السعر القديم بسعر جديد. نعم. وكأنه نحن ما في لا في تموين ما في حدا منحكي. نعم. مع التموين
على 113 إذا ردوها بياخذ كم كلمة منك بسجلي. نعم. في موضوع هذا أنا أستاذ صرت متارك محطة ونوعد فيه من السنة الماضية. نعم. موضوع أسطوانة الغاز. أسطوانة الغاز اللي ما يتم التلاعب فيها من قبل المعتمدين. نحن مثل بتعرف سيادتك إنه كل أسطوانة ما تجي على اسم مواطن. نعم. يعني المعتمد اليوم ما عنده أسطوانة زيادة. مستحيل كان عنده. لما بيلتقى عند المعتمد 15 أسطوانة و20 أسطوانة وما ينزله بالسوق السوداء فهو ما يقوم بقسم هال 50 جرة اللي ما يستلمها ما يطلع منها كم أسطوانة ويبيعها بالسوق السوداء. ومن شروط الاعتماد أستاذ وأنا حكيت مع الأستاذ سامر السوسي هو اللي قال لي هالمعلومة. من شروط الاعتماد وجود ميزان عند كل معتمد. المواطن ما بصير يستلم الجرة لما عم تسلم جرة أنت جرة غاز ما عم يزينها خدامك المعتمد أستاذ ما حد عنده ميزان ما موضوع ما يزينها. يعني ما حد عنده ميزان واليوم حكينا مع الأستاذ سامر قال بده لنقدم شكوى خطية. طيب يا أستاذ طيب إذا نحن ما نشتكي على الإعلام وما نقول لك أنا أتحدى حتى بمركز الدولي وأستاذ أنتم معكم كاميرا بتسألوا أي مواطن إذا بعمره زانت الأسطوانة قبل ما يستلمها أنا مسؤول عن حكي. يعني لما بتكون إشارة المرور موجودة والشرطي مانو موجود السائق لما بيتجاوزها بيعرف حاله ما يخالف. صح أستاذ ولا لا؟ تمام. وصلت هاي الفكرة. في شيء تاني أستاذ؟ غلاء الأسعار. غلاء الأسعار يعني بتفوت محلين صوب بعض كل واحد نفس السلعة ونفس المنتج ومن نفس المكان كل واحد ما بيعه كيفه. بس تحكي بيقول لك أنا التاجر هيك حسب علي. يا ريت تجدوا لنا حل لأنه عن جد نحن وصلنا لطريق مسدود. ما بقى ما نعرف شو بدنا نشتغل. ما بقى ما نعرف كيف بدنا نعيش وين بدنا نروح. بدك تجيب الخبز ولا بدك تجيب المازوت. نحن لليوم ما مستلمين المازوت. أنا صلي مركبة ل 15 شهر بيصير لي شهرين مركبة للصوبية أنا ما أخذت مخصصاتي من المازوت. طيب نحن بكانون الثاني. تمام. وصلت الفكرة. هي حكينا فيها. في شيء ثاني؟ والله سلامتك أستاذ. ماشي. شكرا لك على البرنامج. أهلا وسهلا فيك. أهلا أستاذ. أهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نحكي عن موضوع أسطوانات الغاز. يعني وصلتنا فعلا شكاوى كتير غير اتصال الأخ أبو نغام. محلات أو المراكز المعتمدة لبيع الغاز يفترض من شروط الترخيص. طبعا بحلقة سابقة كان سيد مدير ساتكوب وسيد مدير التموين وأكدوا لنا أنه من شروط الترخيص وجود ميزان عند كل مركز معتمد. طيب كيف أنتوا عم تشيكوا على هذا الموضوع؟ ضروري أنه يكون في رقابة أو تبعتوا عناصر أكثر ليشيكوا على المراكز المعتمدة وقت عم تبيع أسطوانات الغاز؟ نحن في عنا بشعبة المقاييس عنا هن بيطلعوا بشكل دوري مثلا على قسم الغاز السيارات اللي طالعة ممكن ينزلوا منها جرات ويزنوها أو في حال وجود نقص مبقى أو زيادة. يعني الزيادة والنقص فيهم مخالفة بمركز الغاز. يعني كمان بيطلعوا على مراكز الغاز حتى دورياتنا مثلا إذا أي حدا شك بوزن الجرة ممكن يجيب ميزان. نحن عممنا على كل مراكز الغاز. يفترض مشروع ترخيص يكون عنده ميزان. هلا نحن ما ممكن توجهوا دورياتكم بما أنه إجتنا شكوى هلا أنه مراكز الغاز المعتمدة يعني كل يوم يطلعوا على منطقة فيها توزيع غاز وهي المراكز يتأكدوا موجود الميزان وعم يزينوا. هلا نحن عممنا على الجميع اللي ما موجود عنده ميزان. نحن في عنا شروط الترخيص موضوع بلدي وفي شيء موضوع تمويني. هلا هو عم ياخذ الجره يزينها للجره وقت اللي بيكون فيها نقص يقدم شكوى انا زنت الجره وطلع فيها نقص احنا بنعالج هالموضوع. اما اخذها ما عنده ميزان طب زينها انت فيها مشكله احنا عممنا. طبعا هذا موضوع استاذ احمد هون المواطن معه حق. انا معه اذا ما عنده يعني الجره بتكون ثقيله وفي كثير ناس ما عندهم سيارات. اذا كان موجود ميزان بيخله بيتجرأ وبيخله زن لي اياها. اما اذا بده يحمله من مكان لمكان ليزين موضوع الميزان الزمناهم فيه. تمام. هذا موضوع تم التعميم من 3-4 أيام خلص. أي محل ما موجود فيه ميزان نتمنى كمان توجيه دوريات على كل المراكز المعتمدين للتأكيد أنه من وجود ميزان أو عدم وجود ميزان. بالنسبة لجرات الغاز اللي عند المعتمد هو عم يجي 50 جرة هو بيعرف عنده 50 بطاقة بيعرف أنا عندي عهد المعتمد إجباري. تمام. والناس صارت عم تتابع يعني بشكل أوتوماتيكي. أنا إسا أمامي 24 مثلا شخص بستلمه أنا بعد 24 بستلم. عنده 50 جرة شو مسلم منهم وشو باقي عنده. يعني بالنهاية إذا تاجر هو بجرة ما أكيد أنا ما راح أنفي لأنه نحن عنا لحاله الشهر الماضي والقبله خلال السنة عنا 26 ضبط وعنا 261 جرة أسوان نحن مصادرين. فأي وجود جرة زيادة عند مخصصات وهذا جار بالغاز مباشرة نحن بناخذها. تمام. فهو طالما هي على البطاقة معناها هي حصتي يا حصتك لأنه خلص عم يطلع على البطاقة فهي تمام. ضبطت كتير هالموضوع هذا كتير. عنده 10 جرات ممكن في 10 إسا ما استلمه ووقت اللي بيكون جاي دوره لياخد غاز ما بيعطوه ليكون مسكر الخمسين بطاقة الموجودين عنده. فهو موضوع البطاقة كتير عملت نوع من الضبط لموضوع الغاز
بالنسبة للتعميم الموضوع هذا احنا عممناه من ناحية اللوحة التعريفية للمكان اللي هو عم يشتغل فيه، وبالإضافة لموضوع الميزان عملنا ضبوط كتير بعدم تقيد بمواعيد العمل، لأنه هو عنده موعد ما محدد لازم يكون فاتح فيه، ما بصير أن نروح لعنده شوفه مسكر. جميل هذا الكلام. في عندك عدد منيح من ضبوط مواضيع عدم تقيد بمواعيد العمل بالنسبه من اي ساعه لاي ساعه لازم يتواجد. هلا هو بيحدد مفروض المعتمد. مثلا نزل هو انا بتواجد من الساعه 10 الصبح للساعه 3 لازم يكتب على الباب، لازم يكتب انا لوحه انا رخصتي رقمي كذا مخصصاتي كذا، لوحه تعريفيه مثله مثل اي مخبز موجود الكلام. مثل ممتاز. المخبز انا بخبز بلش عجن مخصصاتي الساعه 4 الصبح بفتح مخصصاتي مثلا 20 كيس 30 كيس، كل واحد لازم يعرف شو عم يشتغل جوا المخبز، وهي عممناها نحن. بنوعد الناس نحن إذا ضمن الأسبوع القادم طلعنا بكاميرا جولي على مراكز الغاز نلاقي ميزان ونلاقي اللوحة. راح أشوف اللوحة والميزان. بيكون هيك وصلن حقا الناس. الموضوع الثاني اللي حكى عنه الأخ أبو نغام إنه بعض محلات سوبر ماركت إنه معه قلم فولو ماستر بيشطب، يعني لو جايته بضاعة قديمة بيشطب وبيكتب سعر جديد. طبعا دائما بيقول لك سبع سوبر ماركت، انا اذا بعته بهذا السعر بدي احط من جيبتي لجيب اللي بعده. يعني المشكله بتسمع السوبر ماركت بيقول لك التاجر هو الاساس، بتروح عند التاجر بيقول لك والله غلت البضاعه. نحن هذا الموضوع هو ما بيحق له اكيد، طالما المواطن عم يدفع هو زياده فهو مثله مثل اي مواطن، المواطن عم يخسر من جيبته فمن الطبيعي انت ما دائما تكون ربحان. بالنهايه نحن بازمه فالكل بده يكون، نحن بازمه فخلص انت خسران، المواطن خسران، هو خسران، والكل خسر في خساره. نحن اكثر من موضوع تنظيم ضبط ما فينا نعمل، والله ما في رقابه تمويليه، هو في عدد ضبوط هائل، حوالي 80 مليون مصالحات ضبوط فقط لا غير خلال السنه الماضيه. عدد ضبوط هائل جدا، يعني ممكن لازم ان شاء الله موعودين نحن ب آلية جديدة للردع المخالفات تكون أكبر من نتمنى يصير في تغيير للقوانين. أكيد أنتوا عم تقوموا الله يعطيكم العافية، ونحن قمنا بجولة مع عناصركم كانوا عم يقوموا بواجباتهم، وبنتمنى من كل مواطن دائما شاف حاله هضم حقه يشتكي يتجرأ حتى أكيد. لو ساوى الشكوى مكتوبة. معنا اتصال من الأخ جورج، تفضل. الله يعافيك، أهلا وسهلا. نحكي مشان ربطات الخبز الناقص الوزن، يعني 2200 غرام ما مناخدها 1000 غرام أو بأي مخبز؟ ومخبز السوري، مخبز أم العبد، مخبز عند هذا شو بيقولوا له طلعت البحري هون عند فرن البحري، يعني معظم يعني خلينا معظم الأفران الخاصة الخاصة عم يكون ناقصة الوزن، يعني الربطة ناقصة الوزن. نعم. وما في كمان ناهيك عن تجاوزات الدور، يعني تجاوزات الدور عم نتحملها، بس شو بدنا نتحملها؟ نقص الوزن، موضوع نقص الوزن. طيب ممكن أخ جورج تعطي اسمك تحت الهواء للكونترول بعد ما نخلص يعني لحتى تكون مثل الشكوى. أنا شكوى خطية ما قلت، ولا يعني لا جدوى من الشكوى. طيب لأنه طيب حتى طيب ما في أنا ما أسمعنا الشكوى اللي قدمتها بيقولوا لك يسكلوا شكوى. طيب هلا بس تخلص حديث معنا، ما بعرف يعتبروا آلية جديدة يا أخ جورج، بس تخلص حديث معنا بنرجعك على الكنترول، بتعطيهم اسمك ورقم الشكوى ونحن بنعطيها للأستاذ أحمد وللأستاذ سامي. والله الشكوى هيدي يعني أنا من مشي سنة حطيتها بالتموين، وشكوى خطية نظامية ولهلا ما صار فيها، يعني لا جدوى من الشكوى. المواطن بيقولوا له اشتكي اشتكي اشتكي، وكانوا يشتكي خلاص نحن ما بنرد عليك، أنت بحق لك تشتكي ونحن بحق لنا ما نرد عليك، هي هي القصة. ما بتقدر تجيب يعني رقم الشكوى اللي قدمتها سابقا؟ كيف؟ رقم الشكوى اللي قدمتها سابقا؟ ما حافظها من أكثر من سنة، يعني وشكوتين كمان من أكثر من سنة. طيب ثقافة الشكوى صدقني أستاذ مازن لا جدوى منها، المواطن بيروح بيشتكي بحق له يشتكي، وهن بحق لهم ما يردوا على الشكوى، أو هن أكثر ما في إلا بينظموا ضبط مثل ما أنه وبيحولوا على المحكمة، ويعني يعني كأنه يخلص ما في شيء، لا يعني ما في إجراء رادع. أنا قدامي صدقني أستاذ مازن هذا تبعين التموين، انا بروح الساعه 6 بشتري خبز قدامي انه له تبعين التموين، هذا في نقص لك ما في سقص ما بيزين يعني ما في ميزان بالكل الفرن. نعم ما بيستعملوا الميزان اثناء عمليات البيع. طيب وبوجود طيب تبعين التموين على عينك، يعني رحنا عم نحكي قال لا يا اخي هذول بيدبروا حالهم بياخذوا لهم كام ليره. طيب اخي جورج يا ريت تترك اسمك تحت الهواء، نحن نتواصل معك. لا نترك لا لا مشان نوصل الشكوى انه في فلان. طيب انا اعتبر هذه شكوى. طيب مع ذلك اترك لنا اسمك تحت الهواء وانا بتواصل معك ان شاء الله. شكرا لك استاذ احمد. موضوع المخابز الخاصه والالتزام موضوع المخابز الوزن، نحن من يعني انا بتحدى على يطلع اي فرن ما فيه ميزان. نحن طلعنا عامل مدير بشكل اسبوعي بيطلع مره ومرتين مع الدوري، نحن عم نطلع بشكل عم تكون الاوزان صحيحه بالمخابز الخاصه يعني
بشكل اسبوعي عندنا 4-5-6 ضبوط نقص وزن. هو حكى شغله قال انه بيعمل ضبطه بيروح. طب انا هاي شغلتي اعمل الضبط وحوله على القاضي. انتوا عملتوا ضبوط فيه وحولتوا القاضي. هلا هلا الموضوع بالقضاء. احنا بالفتره الاخيره موضوع الامن الغذائي وموضوع الطحين وموضوع الخبز صار اي مخالفه إلى علاقه بموضوع الخبز فصار فيه مباشره موجودا المعمى يروح موجود على يعني انتوا لا فيكم بتكلفوه بغرامه ولا فيكم موضوع هذا القانون انتوا بتحولوه للمحكمه بس نحن اجراء اضافي نحن باخر تعميم وباخر يعني جلسه موضوع الامن الغذائي وخاصه موضوع الخبز صار في اي مخالفه هي نحن عم ناخذ موجودا يعني عم نرفع كتاب للسيد المحافظ مشان نجيبه موجودا يعني هلا عم يحكي عنه مثلا المخابز اغلب المخابز هي مطلوبه صارت شرطه بتطلع وين وصاحب الفرن نتيجه بياخذوه موجودا طبعا نتيجه ضبط نقص الوزن نقص وزن ايا كان فهو هو حقه الطبيعي بالنهايه كونه على البطاقه صار ربطين فهو بيطلع له عندنا كيلين و200 غرام ما بيصير باي حق ياخذ كيلو 800 او كيلو 900 طبعا هو حكى انه في شكاوى تقدمت خطيه ومتى خطيه طبعا من حقك ترد على لا انا ما في شكوى خطيه نحن عندنا سجل الشكاوى الخطيه واضح نحن عندنا الشكوى الخطيه هي اقوى من الشكوى الهاتفيه ممكن يبلغ عن شيء معين بالهاتف نحن لبين ما نبلغ الدوريه او الى اخره تروح نرجع نتواصل معه ما بيكون كاتب رقمه ممكن الشكوى الخطيه الهاتفيه اما الشكوى الخطيه بتاخذ رقم وبتاخذ تاريخ اذا ما هو تنازل واحيانا نحن ما بنقبل التنازل مواضيع ما نحن ما بنقبل ويتنازل فما في شكوى خطية إلا التي تعالج حكما هذا قولا واحدا وموجود عندنا سجلات موجودة ونحن عندنا بشكل دوري من شيك على السجلات اللي حتى الشكوى مثلا بعتناها على جبلة ما ردت جبلة نرجع نبعت كتاب تأكيد نحن بعتنا لكم شكوى شو صار فيها شكوى الخطية هي مستند قانوني باش ياخذ رقمه وتاريخه ويجي راجع طيب وصلت الفكرة طيب نحن ما حكينا عن الاستطلاع اللي طلع لأنه في عنا استطلاع تاني بدنا نحكي فيه فيه مشكلة بموضوع الأمن الغذائي يعني لاحظنا من خلال الجولة كان في بعض المنشآت مخلفات الحلويات والجاتو عم يرجعوا يطحنوها من جديد ويرجعوا يصنعوا منها حلويات وموجودة بعبوات أو كراتين ما نظيفة أبداً موضوع النظافة الموجودة بهالمنشآت طبعا هي أهم من أي منشأة تانية منشأة غذائية مو منشأة عم يصنع عدد للسيارات أو عدد صناعية هلأ وفي مشكلة حتى عانوا منها عناصر التموين ما عم يقدروا يدخلوا على هالمنشآت إلا بصعوبة ما تاركين رقم تليفون ولا تاركين اسم منشأة طبعا هاي المنطقة تحديدا يبدو بدها تشييك كتير كبير شو الخطة الممكن تعملوها لأنه الشيء اللي شفناه بالاستطلاع شيء مخيف يعني منخاف على كل أهالينا بسوريا وخاصة بهالمحافظة من موضوع السلامة الغذائية وقلة النظافة هلا بالنسبة لموضوع المناطق الصناعية هو المفروض يكون في تعاون مدير المناطق الصناعية متعاون من البلدية حتى من السلامة الصحية والشؤون المهنية هاي بالبلدية كلها بدها تكون موجودة معنا نحن كتموين نحن يعني بيعنينا بالاساس المنتج اللي عم يشتغله شو المواد اللي عم يجيبها شو المواد اللي عم يعجنها وشو الموضوع اللي عم يطلع هذا اكثر شيء هو هذا صلب عملنا فيما يخص المفروض يكون حاطط لوحه هي المفروض مديريه الصناعه هي اللي تلزمون وهي الاستاذ علي يوسف مشكور نحن راح نرفع له نحن كتاب بكره بخصوص هالموضوع انه يلزمه لو بتمنى يكون في كتاب لاداره المنطقه الصناعيه لموضوع نحن الشروط الصحيه نحن السيد المحافظ نرفع كتاب للسيد المحافظ هو يلزمهم بهالموضوع هذا جميل. بالنسبه نحن في منشآت مرخصه بتكون معروفه شو عم تشتغل من المواد هي بتكون مقدمه كل شيء امامك كونه ترخيصة سجلة الصناعي شو عم تجيب أغراض شو عم تشتغل بهي نحن منتابعة المشكلة هي بالأماكن اللي فيها ورش مخفية عن العين ممكن يكون ببيت ممكن يكون بمزرعة ما بعيدة سواء غذائية أو غير غذائية ونحن يعني تقريبا من أكثر الناس اللي اشتغلنا بموضوع الورش يعني نحن خلال العام الماضي عندنا 154 ورشة نحن سواء غذائية أو غير غذائية موضوع الغش هذا للأسف يعني صار من ضعاف النفوس كتير بهالموضوع الغش أسهل طريق لأنه فيه منفعة مادية يعني مثل اللي عم يجيب مخلفات هو لو أو البيض مثلا أو أحد المنشآت حاطط بيض من قبل بيومين والبيض معروف أنه بيفسد خلال 24 ساعة عم يحطها بسطول قبل بيومين مكسرها وحاطها هو عم يدعي ما بنعرف مصداقية كلامه حتى ما نكون نحن عم نشكك بمصداقية حدا بس حسب ما حكوا عناصر التموين الموجودين هو اعترف بنفسه انه
قبل بيومين مكسرهم وتاركهم. طب هلا هون في مشكله على امن الغذاء تمام. على امن اي مواطن. صحيح. هلا احنا دوريه العينات بشكل عام يوميا نحن عندنا على الاقل 3 أو 4 ضبوط عينات. نحن اي ماركه جديده بتنزل بنسحب منها عينات بشكل دوري. اي شيء غريب بالسوق مثلا ماركه ما معروفه نسحب منها هي بشكل يومي. فنحن متابعين عندنا ضبوط عينات بشكل كثير كبير بتحلل عندنا بالمخبر وبناء عليها نحن بننظم ضبوط في حال كانت مخالفه او مطابقه. طبعا المنشأة هاي إن الشباب شافوا سيارة الجاتو بعدين لحقوها فاتت على المنشأة يعني وضلوا وراها لحتى فاتت إنه بعدين هو عم يقول إحنا ما عم نعجن ببين يعني مبين لو حاطة بشكل محطوطة بالآلة تبع العجن ممكن عجنة طلعت معه غلط بده يرجع يستثمرها. هذا بتصور يعني حتى في بس يحطها بعبوات نظيفة نحن حتى سحبنا منه نحن عينات لكل هدول لاحظنا خلال التقية وظهر انه انتم عملتوا ضبط تمام. بهذا الخصوص الله يعطيكم العافية. في عنا استطلاع تاني كمان حول واقع قطع السيارات بالمنطقة الصناعية حنتابعه ونرجع نتابع مشاهدينا هذا الاستطلاع وراجع. احكي لنا عن مجال عملك مصدر البضاعة وكيف بتسعرها. مصدر البضاعة عندنا كلها بناخدها من تجار مستوردين. نحن بياعين فرع. شو بنقصنا بضاعة بناخدها من تجار من حلب أو من الشام. بيبعتونا إياها موجب فواتير أصولا. من سعرها بنحط عليها نسبة ربح المسموح لإلنا. بنبيع من الفرع لزبايننا. نحن بضاعة بتجي برأس مال معين. لكن بسبب قلتها فالتجار موزعين أحيانا بغلوا هذه القطعة. بنزلوا سعر قطعة إذا توفرت. هيك عم يصير ما بتخضع احيانا كثير لقيمه الحقيقيه. نحن ما بايدنا نحن بنهرب قد ما فينا على قطعه هيدي نجيب شيء متوفر بس احيانا بننحكم. يعمل فرق شاسع ما بين هون وحلب والشام ما بين هون والشام اذا البضاعه متوفره ما في فرق شاسع بس اذا البضاعه غير متوفره ساعتها بتصير فروقات بالسعر. طيب من محل لمحل بالصناعه سبب اختلاف الاسعار ما بيخضعوا على التسعيره غالبا بيجي الفاتورة مع كل غرض نضرب على 15% مربح وبنحط بنبيع على الأساس يعني ما في شيء تاني. طيب سبب عدم الإعلان على الأساس يا أخي نحن في أغلبه معلن بس الأسعار متغيرة كل يوم بيجيك سعر يختلف عن اليوم اللي قبله. أسعار تجينا على الدولار من الشام من حلب طبعا المستوردين نحن ما لنا مستوردين نحن بناخد من مستوردين وبنبيع على 15% وبالتالي إذا بدك تشتغل بدك شيء 10-30 موظفين 30 موظف يسعروا لك هالنواعم. والله الأسعار نار يعني تصور شريط دبريا شريط فرامل إيه 16500 يعني مرت فترة كمان ندور لها عفخاد اليميني واليساري اتلفنا ولا موجود المستعمل 6-7000 ليرة القطعة المستعملة دورنا على الجديد كمان 7-8000 ليرة. الأسعار مثل الجديد مثل المستعمل. أنا من جبلة فرق بين جبلة هون أحيانا بالقطعة 10,000 فبالك كمان هون محل أكيد في فرق. مهندس رائد دواي مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مسؤول عن المنطقة الصناعية هون يعني بالفترة الحالية. نحن هون مسؤولين عن متابعة المنشآت الموجودة بالمنطقة الصناعية سواء كانت مستودعات أو منشآت تغليف أو معامل يعني طبعا واغلب هالمعامل لازم تكون مرخصه ضمن الشروط مثل ما بيقولوا القانونيه والنظاميه. فنعمل جولات مع هالمنشات بنتاكد من سلامه سواء كانت بالنسبه للمنشات الغذائيه بندخل عليها بنتاكد من سلامه الموضوع اللي بيتعلق بالامن الغذائي بالاضافه لموضوع الفواتير تدقيق الفواتير فواتير الصادره والفواتير الداخلي للمنشاه للمواد طبعا الغذائيه ومنتابع عملية التعبئة عملية وزن المواد هذه والتأكد من أنه وزنها نظامي مندقق الفواتير. بالنسبة للمنشآت اللي خاضعة للتسعير للبيانات الكلفة منتأكد من بيانات الكلفة اللي هو السقف السعري إذا كان موجود ما كان موجود مننظم الضبط المناسب. We'll be right back.
اهلا بكم من جديد. استاذ احمد، يعني موضوع قطع السيارات يعني الناس عم تعاني منه يبدو بشكل كثير كبير، يمكن عشرات الرسائل اللي وصلتنا بخصوص اسعار قطع السيارات. موضوع ايضا مهم انه موضوع الفروقات من محل لمحل، من منطقه لمنطقه. يعني لاحظت بالاستطلاع عم يذكر احد الناس انه انا بجبلي باخذ اي قطعه انه بفرق لا يقل عن 10,000 ليره من محافظه لمحافظه. بعض الاشخاص اللي ما طلعوا ذكروا انه ممكن بحلب او بالشام نفس القطعه يعني بنص السعر او اقل من نص السعر. طيب صحيح. شو السبب بهالاختلاف الكبير؟ هلا موضوع قطع السيارات والامور الخاصه بالسيارات يعني اغلبها هي مستورده من الخارج، يعني قليل ما يكون معنا يعني اماكن لتصنيع. ما انا مختلفين يعني، بس ليش الفروق من مكان لمكان؟ اخي اجر توصيل البضائع من الشام كمان هذا بده يحمله اجر التوصيل، بده يحمله نفقاتها من الشام مثلا. ضعفين السعر ممكن؟ لا مو ضعفين السعر، احنا ما في، احنا هذا الموضوع هو يعني تبرير له، اما نحن بده يهمنا الكفاتورة، هو في له سعر محدد. يعني انا اليوم جبت هاي القطعة بكذا، لتاجر الجملة بحق له يحط مربح 15%، لتاجر المفرق بحق له 15% كمان مربح، لانه كله في محدد ضمن قانون. يعني ما انه والله انا بدي احط على هالقطعة كذا او كذا، وتعامل مثل معاملة اي سوبر ماركت موجودة، سواء ما اعلن عن الاسعار في ضبوط عدم اعلان الاسعار، ما عنده فاتوره في ضبوط عدم حيازه. طيب كيف طواتي. المواطن بده يعرف انا هذا الفنجان اشتريته، كيف بدي اعرف انه جايته بالفاتوره لنفترض ب 1000 ليره وهو باعني اياه ب 1150؟ ياخذ منه فاتوره. بياخذ منه فاتوره. يعني اي مواطن بيشتري اي قطعه ياخذ فاتوره. اذا حس بالغبن مباشره بيجي لعنا. اي غبن نحن حقه بياخده، يعني بيعه بسعر زائد، لانه احنا مطلب البيانات الجمركيه، مطلب منه بيانات الوصل، فواتير الشحن اللي جابها فيها، وكل قطعه وتفصيلتها. شو طيب المواطن اللي عم يحكي انه انا عم شوف هاي القطعه نفسها موجوده هون بفرق 10% عن هون فرق 20%؟ هلا هي بترجع كيف, كيف الضوابط انتم تضبطوها؟ نحن الضوابط عندنا واحده، كله نفس المحل على اساس الفاتوره، على اساس و15% وال15%. اما هو يمكن يكون عنده قطع قديمه يعطيها، ما عم تتصرف عنده، التاجر اللي بيكون عم يجيب بضاعة أول بأول ممكن يكون يضطر يرفع حسب شو جاي من المستورد. نحن اللي بيهمنا نحن كسوية يعامل وكلهم سوية واحدة، نحن ما بنتعامل مع التاجر على شخص، بنتعامل معه على بيانات وفواتير. نحن هذا اللي بيهمنا، فواتير ونظامية، مستوردات ونظامية. إذا ما معه بيان جمركي بالأمور الموجودة عنده أو صورة عن بيان أو مباشرة تعامل معاملة مواد موجودة المصدر، نحن بنصادر الكمية كاملة. طيب الصناعة ومحلاتها كتير كبيرة، عندكم عناصر يكفوا فيها؟ هلا كم شخص مسؤول عن الصناعة؟ هلا نحن دورية الصناعة هي نحن مغطي الصناعة بدورية. نعم. موجودة المنشآت كلها، المعامل والمنشآت هو بيعملوا عليها جولة بشكل دوري. محلات القطع، محلات القطع التبديلية في 4-5 مستوردين أساسيين، هدول كمان بتابع معهم بياناته، وباقي القطع وباقي يعني أغلبيتها هي صيانة، يعني أجور. يعني حتى نحن موضوع الأجور كمان نحن متدخل فيه، في حال واحد حس بالغبن بأجرة شيء معين مثلا ما صلح ليه مزبوط، كمان نحن بيشتكي عنه مباشرة، بيشتكي عنه ومنتابع الموضوع حتى مع الحرفيين، يعني اتحاد الحرفيين تماما، بنشوف كيف شو لازم يكون أخذ هون، شو لازم يكون أخذ هون، كمان نحن لنا تعامل معه. فنحن بالنهاية موضوع الصناعة هي كمان مساحة كبيرة، بس أغلبها أجور، صيانة، قطع صيانة. ممكن محل هو نفسه يشتكي على تاجر باعني اليوم هيك، هاي بالنسبة للزبون، إذا زبون اشتكى فنحن بنروح مع زبون لعند البياع، أنا بحسب علي هيك، هو ما دخل وحسب البائع له، فنهاية نحن بناخد منه تصريح أنه أنا اشتريتها منه لهداك بهالقطعة هاي، بنرجع ليوصلنا للأساسي. اللي ما بده يعني اللي ما بده يوصلنا للأساس خلص بده توقع براسه، وبالنهاية هو يتحمل مسؤولية. طيب هنا صعب يسعروا كل شيء. هلا إذا كنا بنشوف سوبر ماركت كبير يمكن فيه مئات القطع بيقدر يحط تسعيرة على كل قطعة، طيب معقول محل قطع سيارات عدد القطع اللي فيه أقل من محل سوبر ماركت كبير؟ لا هو يحط، يفترض يحط على كل قطعة، منا حجة إنه عدد لا القطع. ما نحجة، نحن بالصناعة يعني شهريا على الأقل 50-60 ضبط عدم إعلان الأسعار بموضوع الصناعة، هذه ما حجة، وما كل يوم لازم يرفع سعره، هو كل يوم هو عم يجيب بضاعة، يعني مثل السوبر ماركت بعد شوي على التليفون والله صارت بكذا بيغلي هو، هذا كله ما نعزم، نحن في تسعيرات نحن بنمشي عليها. يعني طبعا في تمويه بطريقة لاحظناها ببعض المحلات اللي مرينا عليها مع عناصر التموين خلال جولتنا، بتلاحظ عامل كرتونة صغيرة حاطت فيها سعر كم قطعة وعنده عشرات القطع ما مسعرة، هاي القضية كيف ممكن ضبطها؟ لأنه لا احنا يعتبر غير معلن الأسعار،
يعتبر نحن يعني. اي قطعه موجوده لازم يكون السعر على القطعه مو على اللوحه، مهم تكون ظاهره ومبينه بدون ما يسالوا الزبون شو سعرها. يعني رف كامل ممكن يكون هو حاطط لوحه كبيره الانواع كلياتها والاسعار موجوده، هذا يعتبر معلن. يعني ما في داعي يمسك القطعه يشوف شو سعرها، مثلا قطعه مثلا شامبو ما معين سعره كذا. المهم نحن يكون الاعلان بمكان واضح ويخلي الزبون يعرف انه هي سعرها كذا. لو مسعر كل المحل ورف ما معين ما مسعره بينكتب ضبط اهل. طبعا احنا في عندنا شغله مناعيه دائما احنا بكم يعني جسامه الضبط او يعني اللي اعلن عن معدم اعلن عن الاسعار مثلا لرف معين غير المحل كله نحن بنذكر شو اللي ما نوم اعلن عنه، طبعا هذا يؤخذ بعين الاعتبار كمان. طيب تمام. بنوعد الناس انه قريبا انه يكون في جوله على المنشات التي تصنع مواد غذائيه، كون احنا بنهايه الحلقه انه وتوافونا بالنتائج. نحن بنوافق ونحن عم نطلع عليهم بشكل تام بشكل دوري. وموضوع الامن الغذائي هذا ما في اي مكان هو الاهم، يعني حتى اهم من موضوع الاسعار. ما في اي رحمه واي شفقه، اي شيء ما يخص موضوع الامن الغذائي تعليمات الوزاره واضحه وتوجيهاتهم واضحين. موضوع الامن الغذائي خط احمر بما يخص الامور هاي، فنحن المنشات ما في رحمه ابدا مع بهالخصوص هذا. وبنتمنى ايضا يعني لما ترفعوا كتاب للسيد المحافظ توقفونا بنسخه للبرنامج بالحلقه القادمه حتى نستعرضها ويشوفوا الناس. موجودين ونحن قادرين ان شاء الله وصلكم إياها. طيب بنهاية هذا اللقاء الأستاذ أحمد زاهر رئيس دائرة حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية، شكرا جزيلا لك ولأجوبتك. شكرا شكرا لك أستاذ. شكرا وكل الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن الاستماع. نلقاكم في حلقة قادمة وملف جديد. إلى اللقاء.